الرحيم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الإخوة الأفاضل المتواصلين مع تواصل أشواطنا بهذه الفترة الصباحية ومع هذا السن، سن الحيل والزمول، من هذه المسافة، مسافة 6 كيلومترات، وهذه انطلاقة شوطنا الثالث ضمن هذه الأشواط العامة، ونبدأ ونتعرف على هذه الحيل المشاركة معنا التي ستدخل معنا في عالم الإذاعة وفي صلب المنافسة وفي دائرة الإعلام. نبدأ ونتعرف على المركز الأول والمقدمة والقيادة هنا مع العنود، تعود ملكية العنود لعبد الهادي بن علي بن عجلان آل غريص المري مع أول المراكز، تليها على المركز الثاني من تتقدم في هذه اللحظات الطيارة، ولكن هناك من الجانب الأيمن تتقدم في هذه اللحظات التقدم من حشمة لسالم بن صالح بن حمد بن مقارح، وعلى المركز الثالث التقدم هنا من نشرة لمحمد بن ظفر بن محمد العامري، وعلى المركز الرابع القدوم والوصول على المركز الرابع من قبل مدخورة لسالم بن محمد بن علي بن صالح بن دوحة، وعلى المركز الخامس التقدم هنا من شواهين لرقش بن حمد بن الخيرات العامري، من يتواجد معنا في هذا الشوط كما قدم لنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام العين اللي شاهدناها في الشوط الأول، وكانت أيضا منافسة في هذا الشوط، ولكن نعود وإياكم ويقدم لنا هذا هو بن خيرات العامري شواهين في هذا الشوط. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نتابع ونعود وإياكم إلى العنود، العنود من تحتل المركز الأول عبد الهادي بن علي بن عجلان آل بريص المري مع العنود ومع تحركات العنود وانطلاقاتها، وهنا على المركز الثاني القدوم من شعار بن مقارح مع حشمة من تحتل المكان المميز هنا على ثاني المراكز، سالم بن صالح بن حمد بن علي بن مقارح مع حشمة على المركز الثاني، وثالثا تتقدم هنا مشاهدينا مذكورة لسالم بن محمد بن علي بن صالح بن دوحة، وعلى المركز الرابع تتقدم في هذه اللحظات التقدم هنا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل من نشرة لمحمد بن مظفر بن محمد العامري، من يتواجد مع نشرة على المركز الرابع وخامسا، التقدم هنا مشاهدينا الأفاضل من شواهين لرقش بن حمد بن الخيرات العامري. يا سلام، هذه الأسماء، التي تتواجد معنا في صلب المنافسة وفي دائرة الإعلام، هذه المراكز الخمسة الأولى. يا سلام يا سلام على التحركات، يا سلام على الشعارات المشاركة، شعارات لها ثقلها مشاهدينا الكرام، سواء في دائرة الإعلام أو سواء لم تدخل في هذه اللحظات في عالم الإذاعة والنداء. يا سلام، أسماء قوية وشعارات شاركت في جميع الأشواط رموزا أو غير رموز، سواء في هذا الميدان أو كل ميادين الخليج. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. على كل حال، نعود وإياكم إلى العنود، عبد الهادي بن علي بن عجلان آل بريص المري مع العنود ومع تحركات العنود وانطلاقاتها في هذه اللحظات. يا سلام، تتصدر هذه الجموع، تتصدر هذه المشاركات الحيل من هذا الموقع ومن هذا المكان. يا سلام، الله، وهنا على المركز الثاني تتقدم هنا حشمة، تريد المكان الحشيم طبعا، وأيها الإخوة، المكان الحشيم دائما هو المركز الأول من يرقب فيه الجميع. هنا حشمة تحتل المركز الثاني، سالم بن صالح بن حمد بن علي بن مقارح المري، وعلى المركز الثالث من تتقدم من الجانب الأيمن مذخورة، مع شعار بن دوحة سالم بن محمد بن علي بن صالح بن دوحة، من يتواجد مع مذخورة على المركز الثالث. وعلى المركز الرابع وصلت هنا شواهين، تتقدم من المركز الخامس إلى المركز الرابع في هذه الرحلة، رغش بن حمد بن الخيرات العامري، من يتواجد مع شواهين ومع تحركات شواهين. وعلى المركز الرابع أو المركز الخامس
المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تحركت هنا كما ذكرت وكما اسلفت شواهين لرغش بن حمد بن الخيرات العامري واحتلت المركز الرابع، وعلى المركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات شعار لهوم بن طالب بن محمد بن علي بن شفيع. من يتقدم على المركز الخامس؟ من خيرت إلى المركز الرابع هنا مع الظبي ومع تحركات الظبي؟ وعلى المركز الخامس مشاهدينا الأفاضل هنا تتراجع في هذه اللحظات مذخورة لسالم بن محمد بن علي بن صالح بن دوحة على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل. نعود وإياكم إلى المقدمة وإلى العنود. هذه العنود، عنود الصيد، صادتني وانا من صاد، هذه كما يقال وكما 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 يقول الشاعر. يا سلام، الله، هذه العنود مع المركز الاول. العنود تعاند وتقول انا صاحبة هذا الناموس وصاحبة هذا الشوط من البداية، وهي من تقود هذا الشوط قيادة حكيمة، ولكن الإخوة والمشاركات كذلك لها حق المنافسة ولها حق أيضا الناموس. يا السلام، تحركت العنود، عادت مرة أخرى هنا أيها الإخوة الأفاضل. تتقدم العنود لعبد الهادي بن علي بن عجلان آل بريص المري مع المركز الأول. وصلت شواهين مجموعة شواهين على المركز الثاني، هنا يقدمها رغش بن حمد بن الخيرات العامري في هذا الشوط، ويقدمها هنا مع دائرة الثلاثة المراكز الأولى. يا سلام، الله، 2 كيلومتر، التحرك من الجانب الأيمن، القدوم الرسمية، هذه رسمية مشاهدينا الأفاضل، ما دعناها إلا في ندانا في هذه اللحظات. هذه من الأسماء القوية، عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي من يتواجد مع رسمية. وعلى المركز الرابع تتراجع هنا الظبي لهوم بن طالب بن محمد بن علي بن شفيع. وعلى المركز الخامس التحركات في هذه اللحظات من قبل نشرة محمد بن مظفر بن محمد العامري، من يتواجد مع المركز الخامس. نعود مع لائحة الألف والخمسمائة متر الأخيرة بعد إتمام ندائنا الرابع للمراكز الخمسة الأولى وللتغيرات هنا في المراكز الخمسة المتقدمة. نعود إلى العنود اللي معانده أن تنتزع هذا الناموس، معانده جميع المشاركات، لا زالت هي في المقدمة، لا زالت هي المسيطرة، لا زالت هي صاحبة الكلمة حتى هذه اللحظات. تعاند العنود هنا بشعار عبد الهادي بن علي بن عجلان آل بريص المري. وعلى المركز الثاني تتقدم رسمية عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي من تتقدم على المركز الثاني، وخطيرة للقاية رسمية، خطيرة. وعلى المركز الثالث وصلت هنا على المركز الثالث نشرة لمحمد بن مظفر بن محمد العامري، والكيلو الأخير. شواهين وصلت على المركز الرابع، رغش بن حمد بن الخيرات العامري. وعلى المركز الخامس يصل في هذه اللحظات شعار حمد بن حسين بن علي بن جرحب مع براقة على المركز الخامس. ولكن نعود إلى العنود، العنود من البداية وهي من تعاند. ولكن لاحظوا شواهين، شوفوا شواهين من تحركت في هذه اللحظات، تحركت. يا سلام، الله، رسمية من الجانب الأيمن، شواهين هنا من الجانب الأدنى. يا سلام، شواهين ورسمية، رسمية وشواهين، ونشرة كذلك على المركز الثالث. الله، يا سلام، شواهين، نشرة، وصلت نشرة في هذه اللحظات، نشرة لمحمد بن مظفر بن محمد العامري. الله، شواهين مع المركز الأول، ولكن نشرة غيرت. نشرة مشاهدين الكرام أيها الإخوة الأفاضل تبحث عن نشرة هذا الشوط وعن ناموس هذا الشوط. هذه هي نشرة، تهانينا في هذه اللحظات ومن هذا الموقع لمالك نشرة، من احتلت المركز الأول وغيرت في 200 متر الأخيرة. تهانينا لمحمد بن مظفر بن محمد العامري على فوز نشرة وتحقيقها بالمركز الأول في هذا الشوط الثالث. المركز الثاني وصلت شواهين، رغاش بن حمد بن خيرات العامري المركز الثالث، وصلت براقة حمد بن حسين بن علي بن جرحب المركز الرابع، رسمية لعبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي. أما المركز الخامس فوصلت الظبي لمحمد بن ملحان بن راشد بن حبيبة البري.
هذه كانت النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نهني جميع الفائزين معنا حقيقة في هذا اليوم في الأشواط الماضية، وحظنا أوفر لمن لم يحالف الحظ. نعود ونتابع وإياكم التوقيت الزمني لنشرة ولحظة وصولها إلى خط النهاية بعد إعلانها وفوزها بهذا الناموس، قاطعة مسافة 6 كيلومتر في زمن وغدرة 9:42، 24 جزءا من الثانية. تهانينا لمحمد بن مظفر بن محمد العامري. أما المركز الثالث أو المركز الثاني، نعم هذه المركز الثاني، وصلت على المركز الثاني شواهين، قطعت المسافة في 9:43، 74 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شواهين رغش بن حمد بن خيرات العامري. أما المركز الثالث فوصلت فيه براقة، قطعت المسافة في 9:44، 16 جزءا من الثانية تهاني أو 36 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك براقة حمد بن حسين بن علي بن جرحب المري، انطلاقة شوطنا الرابع وبرفقة الزميل يزيد بن سعيد الجهني. بسم الله.